خلينا بقى بسرعة نروح معاك ونتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد عليك يا فندم. أستاذ وحيد صباح الورد عليك. صباح الفل يا فندم عليك حضرتك. صباح الورد عليك، كنا عايزين نعرف منك إيه هي أهم ملاحظاتك على الحالة الجوية النهاردة؟ هو النهارده فعلا يعني مستمر الجو حار راتب على القاهره الوجه البحري، مفيش تغيرات جوهريه مقارنه بالامس واول امس، معتدل فقط على سواحلنا الشماليه، ومن افضل المحافظات اللي الواحد يرشحها خلال هذا الجو طبعا هي محافظتين الاسكندريه ومطروح. اكيد ما زال هم الافضل بالنسبه لدرجات الحراره والاحوال الجويه عموما. جو شديد الحراره على محافظات الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، اما اثناء الليل الجو معتدل تماما على كل مدن ومحافظات الجمهوريه. خلال هذا التوقيت شبوره مائيه على الطرق المؤديه للساحل الشمالي ومدن ومحافظات القناه وبعض من محافظات الوجه البحري، ولكن سرعان ما تنقشع ان شاء الله بعد الساعه 9 من صباح اليوم. اما بالنسبه لحركه الملاحه البحريه فالبحر الاحمر البحر المتوسط مهيئا للانشطه البحريه فيما عدا منطقه خليج السويس، سرعة الرياح المتوقعة عليها ما بين 20 ل 25 عقدة، بالتالي هذه المنطقة مضطربة وغير مهيئة للأنشطة البحرية. تمام. نعم. أستاذ وحيد عايزين نعرف من حضرتك هل احنا كده نعتبر خلاص بدأنا فصل الربيع؟ لا ربيع ايه ده، لسه فصل الخريف ما بدأش حضرتك. لسه احنا في فصل الصيف وبعدين فصل الخريف هيبدأ معانا يوم 23 من الشهر الجاري. وبعدين بعد كده نخش في الشتاء وبعدين بعد كده بقى الربيع حضرتك. طيب النصائح العامه بقى اللي حضرتك ممكن تقولها دايما لمشاهدينا بخصوص حاله الجو الفتره اللي يعني اهم حاجه في الفتره دي فعلا الشبوره ان هي كثيفه شويه على الطرق الصبح بدري، يبدا تكونها وقت الفجر لغايه تقريبا الساعه 8 الصبح او 8 ونص، فلكل المسافرين على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه القياده بهدوء. طبعا بالنسبه لسكان ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء اثناء الخروج يفضل بالفعل يكون في غطاء للراس نظرا لشده حراره الطقس المتوقعه هناك. تمام. نشكرك شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي. سهى الواحد طبعا كان متخيل انه هيدخل في شهر سبتمبر الدنيا هتروق شويه، طلع لسه اغسطس لسه سايب بركاته. هو قال ان اسكندريه ومطروح هما احلى جو، وطبعا هما الاثنين احلى من بعض يعني. المفروض بقى ايه يعني اللي ما لحقش يصيف يا جماعه يبدا بقى يطلع يلحق كده قبل ايه قبل الجو ما يبرد يعني. بالظبط على قد ما تقدروا. اما بقى بالنسبه لبقيه المحافظات هو درجه الحراره عاليه جدا. انا شايفه امبارح الجو كمان كان حر قوي في مصر كان في رطوبه شويه امبارح برضه عارفه الجو كان بالليل ما كانش حلو. بالليل كان يعني برضه الجو حر جدا. بالليل كان حر بس تقريبا على بالليل قوي بقى بيبدا يبرد، فيعني عايزين نبدا ناخد بالنا يعني التكييفات بقى والكلام ده يعني.